أسعد الله أوقاتكم من جديد، وأهلا وسهلا بكم في سلسلة محاضرات علوم السموم توكسيكولوجي يونت 2. هذا الجزء الثاني، الوحدة الثانية. سنتحدث في هذا الجزء الأول من هذه الوحدة الثانية عن الامتصاص absorption في التوكسيكوكينيتيك. الجزء اللي بنتكلم فيه مع الابسوربشن في هذا الموضوع هيكون كالتالي. لو جينا احنا نعرف ايش معنات توكسيكوكينيتيك، شو هي السمية او مستوى السمية في زي الفارماكوكينيتكس والفارماكوداينامكس، في برضو في السموم علم السموم، في التوكسيكولوجي التوكسيكوكينيتكس والتوكسيكو فارماسوتكس، كلياتها إلها توكسينز بيحدد مصار السمية فيها. فالتوكسيكوكينيتكس is essentially the study of how a substance gets into the body and what happens to it in the body. هو عبارة عن في الأساس دراسة وعلوم كيفية أو آلية دخول المادة السامة إلى الجسم، أو أي مادة، يعني مش بالضرورة إنها تكون سامة، هذه المادة إلى الجسم وماذا يحدث لها في الجسم. طبعا هو في عدة عمليات تحدث لأي شيء يدخل الجسم من السوائل، 4 processes are involved. فهنا في عنا 4 عمليات في تدخل المواد السامة، السائلة السامة والصلبة السامة في الجسم. أول شيء اللي هو الامتصاص absorption، بعدين distribution توزيع، biotransformation، بعدين التخلص منها لإكسكريشن. biotransformation هو التحول الحيوي، بعدين إكسكريشن اللي هو الإخراج. تمام، الابسوربشن هنا الامتصاص، the substance enters the body، يمتص الجسم، دخل الجسم. هنا في الديستريبيوشن الجزء الثاني إن شاء الله من المحاضرة، the substance moves from the site of entry to another area of the body. يعني الشيء اللي دخل الجسم هان، السائل هذا أو المحلول دخل المادة السامة من مكان وتوزع على مكان تاني، طبعا حسب الأماكن اللي بيقدر هذا السائل أو المادة هذه تدخلها. بايو ترانسفورميشن هي التحول الحيوي، the body changes or transforms، هنا بيغير الجسم، بيغير هذه المادة substance اللي دخل into new chemical، لكيماويات جديدة اللي هي اللي بنسميها احنا الميتابولايتس. excretion the substances or its metabolites leave the body، هنا عندما تترك هذه الجزيئات او السوائل او السميات الجسم بنقول عنها ايش، خرجت من الجسم او فرزت خارج الجسم، وهو ما يسمى بالاخراج او الاكسكريشن. absorption, distribution, biotransformation and elimination or excretion the same term، يعني elimination and excretion زي بعض، are interrelated processes as illustrated in the following figures. يعني دول عمليات متداخلة مترابطة كما هو موضح بهذا الشكل. لو جينا للabsorption هنا عن طريق طبعا الدخول بده يكون يا إما عبر الجلد أو عبر الرئتين، skin and lungs، gastrointestinal tract، بيدخل عن طريق القناة الهضمية، بيدخل لمين هنا مباشرة اللي على الليفر على الكبد، وبيصير مع البايل اللي هي الصفراء، وبيطلع تاني على الgastrointestinal tract مرة تاني اللي هي الأمعاء الدقيقة والغليظة، بروح إيش يخرج بالفيسز في البراز. العملية الحيوية هذه من الكبد لل الجي اي تراكت، الجاسترونتستينال تراكت. في السكن اند لانجز بيدخل مباشره، ما بروحش على الكبد، هنا بروح مباشره على الدم والجهاز الليمفاوي. في الدوره هاي بيدخل وبيتوزع، التوزيع هنا ممكن يروح على الكبد، ممكن يروح على التخزين، ممكن ينزل للكدني الكليتين، ممكن يرجع تاني للرئتين، وممكن ايش يروح من الدم للميتابوليزم او الهضم والتفكيك من طبعا عبر
الأماكن في المتخصصة له في القناة الهضمية، ومن ثم الإكسترا سيلولار فلويد يعني من الدم على السائل الخلوي الخارجي، وهنا بصير في إيش الديستريبيوشن هو اللي نتكلم عليه في داخل الجسم. فالستورج هنا في التخزين بروح لأورجانز أند بونز فاتي تيشوز، وين بتخزن السموم دائما في إيش في الأعضاء وفي العظام وفي الجزء الدهني من الأنسجة. في إذا دخل عبر خلايا الدم أو عبر الدم عفوا أو السائل الليمفاوي دورة الدم، فبيروح للكدني هنا للكليتين ومن ثم يخرج عبر اليورين البول، وبالتالي نفس الشيء إذا دخل الدم بيصير الفلتريشن له في إذا غازات سامة مثلا أو مواد أخرى سامة، فبروح ايش على الرئتين وبصير ايش عبارة عن هواء الزفير expired air اللي هي ايش الإليمينيشن. فالبراز والبول والزفير هما الثلاث مخارج الإليمينيشن في الهضم والديستريبيوشن او التوزيع مع تكسير المادة السامة، بصير في الكبد وفي الكدني وفي الدم والليمفاتيك سيستم. تمام، هذه هي خريطة التوزيع في السمية من مسافة دخول المادة السامة الجسم لغاية خروجها من الجسم في الأربع محاور اللي احنا هنشوفها واحدة واحدة. ودرسنا اليوم هنتكلم عن الامتصاص أول واحدة absorption. لو اجينا نعرف ايش الامتصاص الابسوربشن، هذا absorption is the process by which toxicants cross the body membranes and enter the bloodstream. الامتصاص هو عملية من مواد السامة اللي بتدخلها عبر الأغشية، أغشية طبعا الخلايا وأغشية الأعضاء وأغشية الأنسجة أغشية الجسم كلياتها، ودخول مجرى الدم. هذه المواد اللي ingested and inhaled materials، المواد اللي يتم تناولها واستنشاقها، still considered outside the body until they cross the cellular barriers، بتعتبر خارج الجسم حتى تعبر الحواجز الخلوية للجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي. يعني طول ما هي مش داخل السيلولار بارير الحواجز الخلوية هي تعتبر برا الجسم. فإذا دخلت السيلولار بارير الحاجز الخلوي لأي مكان تعتبر دخلت الجسم أو هي في داخل جسم الإنسان. The exert to exert an effect on internal organs it must be absorbed. Also local toxicity such as irritation may occur. يعني عشان حتى يتأثر هنا على السمية على الأعضاء المادة السامة هذه، حتى نقول إنها سببت توكسيسيتي أو سببت سمية، يجب أن تؤثر على الأعضاء الداخلية بامتصاصها، على الرغم من إنه السمية ممكن تكون لوكال يعني محلية أو زي تهيج مثلا أو ممكن إنها تحدث بالشكل المفاجئ الأكيوت أو المزمن الكرونيك اللي احنا حكينا عنه في الدرس السابق. Several factors affect absorption. هناك في عدة عوامل بتأثر على امتصاص المواد السامة في داخل الجسم. أول شيء route of exposure، أول حاجة طريقة التعرض أو طريقة التعرض لهذه المادة السامة. هل الروت هذا كان عن طريق الجلد أو عن طريق الدم أو عن طريق الرئتين التنفس أو عن طريق الحقن أو ما شابه ذلك. Concentration of the substance at the site of contact، هنا تركيز، هنا كمان تركيز المادة السامة أو المادة الكيميائية السامة هذه في موقع الدخول أو موقع التواصل الاتصال مع الجسم. Concentration تركيزها، يعني إذا تركيزها خفيف السمية ولا متوسط السمية ولا شديد السمية، هنا المادة هذه إذا لامست المكان اللي تستطيع أن تدخل فيه الجسم بتركيز عالي فإذا السمية عالية، إذا كانت الconcentration هنا خفيفة فالسمية خفيفة وهكذا.
chemical and physical properties of the substance، الخصائص الكيميائية والمادية والفيزيائية للمادة السامة، chemical and physical properties. Exposure to toxic substances occur through the three major routes listed below. هاي التعرض للمواد السامة من خلال الطرق الرئيسية الثلاثة اللي حنذكرها الآن، اللي هي الجلد، الامتصاص هنا عن طريق الجلد dermal absorption، امتصاص جلدي أول شيء الجلد. اثنين the respiratory tract، الجهاز التنفسي عبر الاستنشاق. وال عفوا أنا السلايد اللي فات حكيت إنه الدورة الدموية، لكن لا، هي عبر القناة الهضمية للدورة الدموية. يعني في الوسيط هنا بيكون المعبر الثالث أو المدخل الثالث اللي هو الجهاز الهضمي عن طريق البلع، عن طريق الابتلاع. خلينا الآن نشوف مع بعض أول واحد فيهم اللي هو dermal absorption، الامتصاص عبر الجلد. Contact with the skin is the most common path of toxic substance exposure. معروف هو الجلد، الاتصال بالجلد هو المسار الأكثر شيوعا، ويعني التعرض للمواد السامة عبر الجلد بيكون شائع وواسع، وزي ما بنقول احنا بشكل كبير وضخم. Factors affecting dermal absorptions of toxic substances بتشمل هنا العوامل اللي بتأثر على امتصاص الجلد للمادة السامة، في عدة عوامل هنا. The condition of the skin، حالة الجلد، يعني مثلا الجلد مش مجرح، الجلد لا يوجد به التهابات، لا يوجد به تشققات، لا يوجد به جروح، حالة الجلد طبعا هنا وقاية بيكون أفضل. إذا الجلد الكونديشن هنا الحالة بتاعت الجلد حساس كتير أو رقيق، أو يوجد به خدوش أو جروح أو جفاف أو تقشر، سهل جدا إنه المادة السامة تأثر في الجلد اللي العوامل تبعته مش سليمة. نمرة اثنين the chemical makeup of the substance، العوامل الثانية حالة الجلد قلنا الأولى، الثانية المادة الكيميائية وتكوينها من المواد الأخرى، يعني الميك اب تبعها، يعني تركيبة المادة الكيميائية اللي بدها تسبب السمية. نمرة ثلاثة the concentration of the toxic substance and the exposure time، الحالة الثالثة هان تركيز المادة السامة ومدى التعرض، الوقت تبع التعرض، يعني كل ما طال التعرض للمادة السامة كلما زادت حدة السمية، كلما قصرت مدة التعرض للمادة السامة كلما كانت السمية أخف، وهكذا. ولكن في التركيز، إذا كان المادة السامة عالية التركيز في المكون ومدة التعرض قصيرة أيضا خطير هذا، يعني مش بالضرورة مدة التعرض في تكون هي الحكم لوحدها، لازم يكون في معها التركيز تبع المادة السامة وزمن التعرض للمادة السامة هاي من الإصابة. Variations in the area of the body causes appreciable differences in penetration of toxicants، إن امتصاص الاختلافات هنا في مناطق الجسم بتسبب إيش؟ اختلاف ممكن يكون ملحوظ في اختراق المواد السامة للجسم، للجلد أو مكان التعرض. The rate of penetration is in the following order، طبعا هنا تركيز معدل الاختراق بالترتيب كالتالي. أول حاجة طبعا هنا الأخف فالأشد فالأكثر شدة، سكروتال اللي هو كيس الصفن في الخصيتين في الذكور، فورهيد اللي هي الأمام الجبهة، أكزيليا اللي هي منطقة الإبط، مثلث الإبط، في السكالب اللي هي فروة الرأس، باك اللي هو الظهر، أبدومين البطن، بالم كفة اليد، والبلانتر اللي هي الأرجل. فهذا بالتسلسل تركيز أو عفوا شدة التعرض بتكون
في الأماكن الرقيقة والحساسة زي السكروتال، كيس الصفة الأعلى منها في كفة اليد. كفة اليد ليش؟ لأنه الجلد سميك هنا، يلي أخف منه شوية اللي هو منطقة البطن ومنطقة الظهر، تقريبا نفس الشيء، أخف شوية من كفة اليد ولكن مكتنزة. السكالب اللي هي قشرة الرأس أو فروة الرأس مع الإبط، هنا الأماكن هاي حساسة أكتر شوية. الفورهيد الجبهة عالية التأثير، والسكروتال الصفن، كيس الصفن في الخصيتين في الذكور هو اللي أخطر شيء للتعرض للسموم. انهيليشن الطريقة الثانية، يعني بتيجي اللي هو الاستنشاق عبر الرئتين، الدخول هنا عبر الرئتين. الحالة الوحيدة فيه اللي يدخل عبر الرئتين هو الانهيليشن، الاستنشاق هو أسهل وأسرع ويعني وسط للتعرض للمواد السامة. Inhalation is the easiest and fastest means of exposure to toxic substances. يعني أسرع شيء في السمية هو استنشاقها. المواد السامة إذا تم استنشاقها مفعولها سريع جدا. Because toxic substances are readily absorbed in the respiratory tract. ليش؟ لأنه بسهولة في الجهاز التنفسي المواد السامة بيتم امتصاصها ودخولها للجسم. The following factors affect inhalation of toxic substance. العوامل التالية اللي هنذكرها هنا الستة بتأثر على استنشاق المواد السامة. أول شيء نفس الشيء، نفس المبدأ، concentration of toxic substance in the air، تركيز المادة السامة في الهواء، قديش في تركيز فيها في الهواء، هل الهواء مشبع بالمادة السامة أم لا. Solubility of substance in the blood and tissue، اللي هي هنا بنحكي قابلية ذوبان هاي المادة السامة في الدم والأنسجة، قابليتها solubility قديش عندها قابلية ذوبان في الدم. Respiratory rate، معدل التنفس، معدل مرات التنفس، طبعا احنا بنعرف البالغ من 18 ل 20 مرة في الدقيقة. Length of exposure، مدة التعرض أو فترة التعرض الطويلة، length هي فترة التعرض أو توقيت التعرض. Condition of the respiratory tract، شو هي إيش حالة الجهاز التنفسي، هل هو جهاز تنفسي سليم، لا يوجد به التهابات، لا يوجد به سرطانات، لا يوجد به تليفات، تليف الرئتين، سرطان الرئتين، مثلا التهابات في الرئتين، infection عالي وهكذا. Size of the toxic particles، كمان ايش حجم المادة السامة، حجم الجزيء السام. ليش؟ لانه احيانا الالفيولاي، عارفين ليش السبب، ممكن يجيكم في الامتحان هذا سؤال يعني ذكاء، ركزوا عليها هذه النقطة. الالفيولاي اللي هي اكياس الهواء او شعيبات الهواء اللي بتبادل الغازات، في له الغشاء اللي بيبادل الغازات مع الدم، بياخد اكسجين وبيطلع ثاني اكسيد كربون في تبادل الغازات. هنا البرميابيليتي اللي هي النفاذية الغشائية هان لهذه الالفيولاي اللي هي اكياس الهواء الداخل للرئتين اللي في الشعب الهوائية والحويصلات. هنا ايش بكون؟ اذا الجزيء ما بيدخل هذا الغشاء بيرجع، يعني ما بيدخل معبر الدم او ممر الدم، ما بيتوزع. فالبرميابيليتي، عشان هيك size of toxic particles، قديش حجم جزيء السم. نمرة ثلاثة ingestion، اللي هي الابتلاع عن طريق طبعا هنا القناة الهضمية. Ingestion of toxic substances usually occurs accidentally or unknowingly، يعني ممكن هنا عادة ما يحدث عن طريق الخطأ أو عن طريق يعني أنا ما بعرفش شو محتوى ال ما بعرفش أنا شو محتوى الوعاء اللي فيه المادة السامة. ممكن إيش أنت تمسك زجاجة معينة محطوط فيها يعني يوجد بها المادة السامة وتظن إنها شراب أو عصير أو ما شابه ذلك من السوائل اللي
ممكن انت تشرب وانت مطمن وبتكون هنا مادة سامة، فعشان هيك بتكون ايش عن طريق الخطأ احيانا او مش مقصودة او غير معروفة. Physical and chemical factors affect the absorption of toxic substances. هنا في عندنا خمس عوامل ايضا فيزيائية وكيميائية هان على امتصاص المواد السامة. نشوفه مع بعض. اول واحد type of cells at the specific site، نوع الخلايا، نوعية الخلايا في الموقع المحدد، يعني في الموقع اللي صار فيه، في المكان اللي صار فيه الامتصاص هذا، او عفوا الانجستشن بلع. عشان الامتصاص يصير شو هي نوعية الخلايا اللي حيدخل السم من خلالها. Period of time that substances remain at the site، مدة الزمنية أو الفترة الزمنية اللي بيبقى فيها السم. GIT motility، GIT gastrointestinal tract، GIT gastrointestinal tract motility اللي هي حيوية أو المعدة أو الأمعاء. pH of stomach or motility هي الحيوية هان في الجهاز اللي هو الهضمي. pH of stomach and intestinal content at the site اللي هي التركيز الحامضي أو المعدل الحامضي أو القلوي في الأمعاء أو في المعدة. biotransformation in the GIT prior to absorption، هنا طبعا التحول الحيوي أو في موقع الامتصاص او قبل الامتصاص. هنا لا طبعا قبل امتصاص السم، prior to absorption، قبل امتصاص السم شو هي وضعية التحول الحيوي في داخل القناة الهضمية، يعني هل يوجد بها اكل، طعام، غذاء، شراب ما زال يهضم او ما زال يحتاج الى امتصاص ام لا. ليش؟ لانه لو المعدة جافة وناشفة ما فيش فيها شيء، الامتصاص اسرع، امتصاص أسرع. لما يكون مع غذاء أو ممكن يتعارض نوعا ما ويتأخر نوعا ما. Other routes of exposure، طرق أخرى من التعرض للسميات. The eye is common point of contact for toxic substances، العين أيضا هي نقطة اتصال حساسة وشائعة للمواد السامة. أيضا الحقن عبر الجلد أو العضلات، الحقن هنا خطيرة، المواد السامة فيها عالية. هنا في عوامل خمسة من طبعا أنواع مختلفة من الحقن عفوا، ممكن يكون عبر الوريد أو عبر العضلات أو الأبدومينال كافيتي اللي هي قناة الهضمية أو عبر الجلد أو تحت الجلد، يعني خلال الجلد أو تحت الجلد. عشان هيك الناس اللي بتستخدم الحقن في الأنسولين أو في الأدوية يجب أن ينتبهوا إنه هذه الحقن والنيدل بالذات معقمة وخالية من السموم ولم يتم استخدامها قبل هيك في أي مادة أخرى، لأنه قابلية انتقال السمية من عبر الحقن بتكون عالية جدا. Toxic agents generally produce the greatest effect and the most rapid response when given directly into the bloodstream, the intravenous routes. هنا العوامل السامة بتنتج بشكل عام التأثير الأكبر والاستجابة الأسرع. ليش؟ لأنها عندما تعطى مباشرة في مجرى الدم أو عن طريق الوريد بيكون إيش التأثير سريع، ما في حد يوقفها، يعني مباشرة للدم. An appropriate descending order of effectiveness for the other routes would be، يعني في هنا زي ما بيقولوا خطوات تنازلية مناسبة لفعالية الطرق الأخرى، زي مثلا الاستنشاق، intraperitoneal هنا بيكون داخل الغشاء، الأغشية الرئوية والقلبية، subcutaneous تحت الجلد، intramuscular في العضل، انتراديرمال في داخل الجلد أو عن طريق الفم والجلد نفسه. شكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعة، وأرجو دوام تفقد قناة اليوتيوب والاشتراك في قناة اليوتيوب دكتور عطا محمد القيسي لمتابعة كل ما هو جديد في العلوم ومواد أخرى. تحياتي لكم، وألقاكم إن شاء الله في الجزء الثاني إن شاء الله بعد
سنتكلم عن distribution التوزيع. إلى اللقاء.